معايا عبر الهاتف الآن أستاذ شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يكرمك الله يصلح حالك. أنا كنت لسه بسأل دلوقتي، هو الدوري الجديد بتاعنا إمتى يا فندم؟ بنسأل الدوري إمتى؟ بقالنا شهر مخلصين الدوري القديم، ولحد دلوقتي مش عارفين الدوري الجديد إمتى. ما احنا بقالنا شهر عشان لسه الأندية بتستعد، ولسه ترتيب للدوري الجديد لسه بيتم، يعني إن شاء الله يوم الأربعاء هيتعرض على الأندية المقترحات شكل الدوري. لو هم وافقوا على مقترح منهم إن شاء الله يتعمل على طول الجدول الخاص بالدوري. بس يا فندم الأندية بتستعد، بس هم مش عارفين هيلعبوا إمتى. ما هو هيعرف إزاي؟ ما هو مش هيعرف إلا من الأندية نفسها تستقر على شكل الدوري. الأندية لحد دلوقتي ما استقرتش على شكل للدوري. إن شاء الله يوم الأربعاء في اجتماع مع كل الأندية، وهيتعرض عليهم ثلاث مقترحات للدوري عشان يختاروا واحد منهم. منهم دوري مجموعتين، ودوري بنظام جديد، ودوري بالنظام القديم. ده اللي انا فاهمه يعني، صح؟ دول الثلاث مقترحات فعلا، هو الدوري بالنظام التقليدي والمجموعتين، والدوري من دور واحد، ثم اول 10 فرق يلعبوا بعض، والاخر 8 فرق يلعبوا بعض. انت بتستشعر الانديه رايحه لاني نظام اكتر؟ يعني انا ما اعرفش، لكن احنا كرابطه بنحبذ اللي هو الدوري من دور واحد، ثم العشرة يلعبوا بعض ثمانية بعض، على اساس ان ده موسم استثنائي نقدر من خلاله ان احنا نعدل مواعيد الدوري بحيث نقرب من الدوريات الاوروبيه. لو موسم استثنائي هيبقى مقترح يخلص امتى؟ هو ان شاء الله الموسم الاستثنائي ده يوفر شهرين، يعني ممكن ان شاء الله في خلال ممكن في 30/6 يكون يخلص باذن الله. في 30/6 هيوفر شهرين، يعني لو لعبنا بالنظام التقليدي القديم احنا بنتكلم تقريبا في 30/8. لا، ممكن التقليد القديم، بس نحاول نضغط شويه برضو المباريات، وما فيش كمان بطوله افريقيا، امم افريقيا كان ده 45 يوم مع بعض الضغوطات ممكن يقل شويه، لكن هيضغط الفرق اكتر. عظيم. عشان كده بنحبذ الشكل الجديد او المقترح اللي هو الجديد كموسم استثنائي فقط. يعني هل في مقترح انه الانديه وتحديدا النادي الاهلي يوقع على اقرار او تعهد انه ما يطلبش مؤجلات؟ هل الكلام ده حقيقي يا فندم؟ يعني ايه ما يطلبش مؤجلات حضرتك؟ يعني هو الاهلي اولا ما بيطلبش مؤجلات، او اي نادي ما بيطلبش مؤجلات. هو النادي بيشارك في بطولات، في لائحه بتقول الانديه اللي بتشارك في بطولات افريقيا مثلا ليها تلعب ثلاث مباريات، مده بينيه ثلاث ايام اذا كانت بتلعب محليا، ومده اربع ايام اذا كانت بتلعب خارجيا. وده اللي بيحصل بالظبط، ولكن لما بيوصل للادوار النهائيه من حقه ان هو يتاجل له، ممكن في خلال يتاجل له اسبوع مثلا، يتاجل له مباراه. هو ده بس اللي من حقه، لكن ده طبقا للائحه مش طبقا لطلب الانديه. هل الاسبوع ده يا فندم بيبقى في اللائحه؟ طبعا موجود كده بالنص. احنا ما بنعملش اي حاجه الا باللائحه، المشكله الناس ما عندهاش معلومات. فاكر ان احنا الاهلي بيطلب تاجيل، انهم عاملين له تاجيل. لا، هو الاهلي عشان بيشارك في بطولات كتير جدا. الاهلي وغيره يعني. يعني الاهلي والزمالك، هو كان الفرق بين الاهلي والزمالك مباراتين فقط عشان كاس العالم للانديه. بيراميدز كان ليه تاجيلات كتير جدا برضه، كتير. اي نادي بيشارك في بطولات افريقيا بيبقى له تاجيلات طبقا للائحه. اللائحة بتقول يعني اللي هو بس الأدوار النهائية هي اللي ممكن يبقى فيها تأجيل، لكن الأدوار العادية الأولية المجموعات بتبقى ليه أربع أيام في الخارجي وثلاث أيام في المحلي. الرابطة حضرتك قلت لي، هرجع تاني بس للنقطة بتاعة النظام الجديد للدوري، الرابطة ميالة للنظام الجديد اللي هو من دور واحد. لو الأندية قالت إن إحنا هنلعب دوري بشكل تقليدي، هل الموضوع ده هيخلينا نشوف موسم طويل زي المواسم الماضية؟ احنا هنعرض الثلاث حاجات بايجابياتها وسلبياتها، وهما اللي بيقرروا. احنا اصلا ممثلين للانديه، واحنا تحت امر الجمعيه العموميه للانديه. فهم اللي يقرروا، لو هما قرروا خلاص عايزين القديم احنا لازم نطاع الاوامر. الانديه يا فندم في الشكل التقليدي ليه؟ عشان يعني احنا سالنا كتير من رؤساء الانديه او المسؤولين في الانديه، قالوا لنا احنا عايزين شكل تقليدي. الشكل التقليدي ده ليه الانديه حضرتك كتير دول قد ايه؟ احنا عندنا 18 نادي. حضرتك سألت كام واحد؟ بنتكلم تقريبا في 7-8. لا، ما اعتقدش. مش 7-8. عموما احنا هنشوف، هنعرض عليهم الايجابيات والسلبيات ونشوف. انا بس لولا الوقت كنت هجيب لحضرتك دلوقتي الاسماء كمان. تمام، مفيش مشكلة. 7-8 بس، تمام. 18 عموما هقول لحضرتك حاجة. عماد 7-8 دول مش هم الاغلبية، بس انا ما اعرفش الباقي. هقول لحضرتك حاجة، هو حضرتك بتبقى كمبدئيا ممكن اي حد يكون رافض، لكن لما يتعرض عليه فعليا بقى ويبقى عنده المعلومات اللي يقدر من خلالها يقرر، ده هتفرق كتير جدا.
يعني احنا بنعرض عليه الايجابيات والسلبيات، وده هيوفر ايه وهيعمل ايه وده بيساوي ايه وايه اللي ممكن يعني هيفرق معاه في ايه. ده في خلال يقدر هو يقرر بقى ممثل النادي او رئيس النادي هيقدر يقرر، فهيتفرق كتير في التصويت برضه. عظيم. طيب في سؤال بطبيعه الحال انت سمعته كتير النهارده وكل الناس بتساله، هو الاهلي هيستلم امتى درع الدوري؟ الاهلي هو يعني طلب يتاخر شويه عشان كان في اللعيبه بتاعته مسافره وفي اجازات والمدرب والجهاز الفني، فهو اللي طلب تاخير شويه وان شاء الله هيتم الترتيب معاه ويتعمل احتفال كبير في قاعه باذن الله. هل في مكان مقترح لاحتفاليه درع الدوري؟ حتى الان لسه، والله لسه لم يقرر، يعني ان شاء الله يعني هيعلن قريبا كده. الميعاد خلال فتره معينه، يعني اقصى مده ممكن الميعاد يتم فيها تسليم الدرع الدوري امتى؟ انا والله لسه حتى الان ما، لان احنا لسه ما فيش اتفاق حصل لسه، لكن هيبقى قريب جدا طبعا ان شاء الله. هل ممكن يبقى بعد السوبر الافريقي مباشره ولا ممكن يبقى قبله؟ هو السوبر الافريقي ممكن المهم يبقى قبل الدوري يعني. المهم يبقى قبل الدوري. تمام. استاذ شريف صالح عضو رابطه الانديه المصريه المحترفه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الردود والمعلومات المهمه، بشكرك يا فندم.